جرائم قبعيه في امريكا في الولايات المتحده، في اسس للعمل ده موجوده وقويه ومؤثره مؤسسه. لو تذكروا عنه كان طبعا انت ممكن تقول ايا كان رايك في السياسه الخارجيه الامريكيه ولا في السياسه الداخليه ولا اي شيء، ما انا برضو عندي راي برضو، لكن لابد ان نقر بان اذا كان في شيء بيستحق الاحترام وبيستحق الاعتبار نفهمه ونقدره ونشوف نحن ممكن نستفيد منه كيف. قبل شهور، قبل 6 7 شهور تقريبا، ظهر انه الاداره بتاعت الجستس ديبارتمنت لما كان جونزاليس هو الجستس سكرتير اوف ستيت امين سكرتير اوف جستس المسيحيه كان انها علم انها فصلت فيدرال بابليك بروسكيوتورز يعني اللي هم المدعين العامين الفيدراليين، فصلت عدد منهم لملابسات سياسيه لانهم كانوا ما حريصين في متابعه قضايا الحزب الحاكم اللي هو حزب الجمهوري حريص عليها. بس مجرد انه في شبهه كانوا العمل ده عمل اخل باستقلال ومؤسسيه الجستس ديبارت، لانه ادى فرصه الحزب الحاكم بانه يؤدي يمشي لاجراءات تاديبيه بالفصل بعد المدعين العامين الفدراليين لانه ما مشيت الخط السياسي بتاع الحزب الحاكم. ليه كلفت وزير العدل وظيفته؟ جونزاليس اضطر ان يستقيل وحصل تحقيق وحصلت متابعه لانه الحكايه حصلت كيف؟ ده اللي انا بقصده بانه لابد من الحفاظ والحرص على الاستقلاليه المؤسسيه للدوله. نحن لما كان طبعا هنا في اخواننا من اليساريين واخواننا من يمكن يكونوا من الطرف الثاني، عشان كده من العبره ان نكون واضحين. لما اليساريين جو للحكم سنه 69 مع نميري وعملوا التطهير لابعاد عاملين في مختلف القطاعات لانهم ما ماشيين في الخط الفلسفي الايديولوجي بتاع الثورة، ما يسمى بثورة مايو في الوقت ده كان غلط. وده اللي وضع السابقة اللي بيها جو الاخوان المسلمين سنة 89 وطهروا قطاعات ضخمة جدا برضه من المؤسسات بالصورة اللي نحن يعني اخلينا مؤسساتنا بتاعت الدولة من محتواها المهني والمؤسسي والاستمرارية من اليسار ومن اليمين. من الناس اللي كانوا مع نميري سنة 69 ايا كانوا هم وعملوا العمل ذاك التطهير، وكان عشرات الناس والالاف والمئات من الناس اللي شردوا من وظائفهم لانه ما كانوا في الخط الايديولوجي بتاع الحزب الحاكم، وجاءوا الاخوان المسلمين عملوها مره ثانيه سنه 89. ده كان غلط وده غلط، لكن النتيجه الغلطين ديل انه دلوقتي اصبحت مؤسساتنا بتاعت الدوله هشه وضعيفة وما عندها مقدرة في الصمود أمام سلطة الحزب الحاكم أو حتى أي سلطة الأمن أو أي سلطة ثانية. ده اللي بيخلينا أنا أختتم بأن أقول بأنه في الحقيقة طبعاً إحنا كلنا خارج بلدنا، ولكن بعضنا قد يقدر يرجع أو بعضنا قد يعمل عمل في حيث ما كان موقعنا أو يأثر على غير اللي يعمل عمل. أنه التصحيح بيبدأ الليلة هنا والآن. يعني نحن كلنا كثير مننا مؤكد في مؤسسات مختلفة في أجهزة مختلفة في البلد يعني، وبنشوف كيف المسائل بتمشي، وبنشوف أنه في الحقيقة ما في ما يمنع من أنها تكون كده في بلدنا إطلاقا، ما في ما يمنع من أن يكون الانضباط في المواعيد، احترام مواصفات العمل، المحاسبة، الشفافية، الحاجات دي كلها اللي احنا بنشوفها وبنمارسها دلوقتي ولانه جزء من مؤسسه قائمه ومستقله وليبراليه وعلمانيه، بنملك ان نعيد انتاجها في على مستوى بلدنا في على ابسط المستويات. والمسائل دي مش مسائل امكانيات ولا مسائل انتهاز تغيير نظام، وانما هي مسائل تغيير النفس يوم بيوم فورا هنا والان. ده طرح انا بطرحه للنقاش وارجو ان اتمكن من توضيح بعض الجوانب فيه ان شاء الله.
تفضل يا بروفيسور. عشان احنا نحتاج نوصل السيستم ولا الصوت مسموع؟ الكلام مسموع بس يا اخوان الزمن بتفق معك في انه اشيء امثل والاروع انه يكون في فصل بين الدين والدوله، لكن لماذا تفسر ما يحدث الان في ايران؟ عندك دوله ايران الاسلاميه، ماذا تفسر ما حدث في افغانستان؟ كان في طالبان وحكمت بدستور إسلامي. ماذا تفسر ما حدث في الصومال وكانت المحاكم الإسلامية حاكمة بدستور إسلامي وبتطبق هذا الدستور الإسلامي على كل منافس ومراحل الدعوة ثقافيا واجتماعيا وغير ذلك؟ ماذا تفسر هذا؟ كل ما حاصل، يعني إيران ما هي دولة إسلامية، ولا السعودية دولة إسلامية، ولا السودان دولة إسلامية في أي وقت من الأوقات، ولا باكستان. الخطاب ده لأننا بنقبله بيبقى صح، لكن مش لأنه صح بصورة موضوعية. يعني أقصد شنو؟ خطاب الدولة الإسلامية دي ده خطاب ما بعد الاستعمار، ما عنده وجود في التاريخ الإسلامي. اي واحد فيكم ممكن يمشي يرجع اي وقت قبل القرن العشرين يلقى مصطلح الدوله الاسلاميه دي في اي مصدر اسلامي في اي مكان على الاطلاق. الخطاب ده خطاب انا بسميه بالانجليزي بوست كولونيال، يعني هو خطاب صادر في القرن العشرين لاول مره في التاريخ الاسلامي، وصادر على اساس مفهوم اوروبي للدوله ومفهوم اوروبي للقانون، لأن الشريعة ما بتقنن، طبيعتها ما بتقبل التغنين. أول تغنين للشريعة حصل في المجلة اللي هي التشريعات التركية في نهاية الدولة العثمانية في أواسط القرن التاسع عشر لأول مرة في التاريخ الإسلامي. لم يحدث في تاريخ الإسلام تقنين للشريعة في أي مكان لأي وقت ولا ليوم واحد. لما هو في نيار كإمبراطورية قننت على أساس أوروبي، يعني شكل التشريعات كان أوروبي، محتواها كان هو المذهب الحنفي. والسبب أنك ما بتقدر تغني من الشريعة بسيط، أنه ما في اتفاق بين علماء الشريعة حول الأحكام، فأي تغنين هو في الحقيقة انتقاء بين آراء فقهية مختلفة متفاوتة، فما في أساس للانتقاء وما فيش فرصة للحسب في المرجعية بتاعت إنه ليه الحكم ده يبقى قانون ومش الحكم الثاني اللي بيبقى قانون. فأقصد لك شنو؟ إنه خطاب الدولة الإسلامية هو وهم، بدعة ما عندها أساس في التاريخ ولا عندها أساس مفهومي، يعني ما فيش سابقة بيها، ما فيش دولة إسلامية على مدى التاريخ ولا يوم واحد، ما حصلت. الدولة دائما كانت سياسية، ما حصل تغنين للشريعة الإسلامية على مدى التاريخ لحد ما جاء على أثر الاستعمار الأوروبي. لما تركيا غننت المجلة غننت مذهب واحد، بأي حق الإمبراطورية التركية بتملك أن ترفض المذهب الحنفي؟ علينا نحن في السودان كنا متبعين المذهب المالكي مثلا، على أي مسلم عنده اختيار أي فرصة يعني اختار أي من المزايا. عشان كده الفرصة المسألة هي شنو؟ أنه خطاب الموجودي، الكلام ده بدأ بالموجودي وبسيد خضر في أواسط القرن العشرين، ما عنده سنة تاريخ ولا مفهوم قبل كده، لكنه جاز علينا. أنا عشان كده بدأت كلامي بأنه قلت نحن ما عندنا رؤية. شفتها زي حكاية أنه المسألة أنه الكذب لما يقال، يعني مثلا الفاشية لما هتلر جاء وقال انه في حاجه اسمها الشعب الآري وانه ده شعب متفوق وانه بالتالي لازم الكلام ده، لما كان بيقوله هو في ماين كامف في خطابه ده بتاع كفاحي